هذه قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. التصنيف العالمي الجديد للأندية العالمية. حافظ فريق الوداد الرياضي على تصدره لترتيب الأندية الوطنية على المستوى العالمي خلال التصنيف الأخير لموقع فوتبال داتابيز المتخصص في هذا المجال، وواصل الفريق الأحمر تقدمه في الترتيب القاري حيث حل في المركز السادس برصيد 1544 نقطة، متقدما على فريق الرجاء الرياضي الذي جاء في المركز الثاني وطنيا والعاشر قاريا برصيد 1519 نقطة. بالمقابل تراجع نهضة بركان للمركز الخامس والأربعين على المستوى القاري رغم احتلاله للمركز الثالث وطنيا، متبوعا بفريق الفتح الرباطي رابعا ثم الجيش الملكي في المركز الخامس. وفي التصنيف العالمي حل فريق الوداد الرياضي في المركز 192، فيما جاء فريق الرجاء الرياضي في المركز 251، وواصل فريق الأهلي المصري زعامته الإفريقية متبوعا بفريق الترجي التونسي والزمالك المصري، في حين جاء ماميلو دي ساندونس في المركز الرابع ثم تيبي مازيمبي في المركز الخامس. نهاية الخبر، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.